استاذ حسين، بعد اذن سيادتك، انا شفت كثير كثير من السلفيين في كثير من القنوات الفضائيه، و بستشعر كده من كلامهم انه احنا رايحين، لو المجلس بقى عدد كبير من السلفيين، يعني ده انا ما لاحظتوش في الاخوان المسلمين، اوكي، لكن لاحظته في السلفيين في ارائهم ومناقشاتهم، ان احنا اي حاجة هنختلف عليها او اي حاجة لازم نروح رايحين للازهر عشان يقول لنا ده حلال ولا حرام. تمام، هذا الاتجاه او هذا الاسلوب ده معناه ان احنا في ناس بتفكر ان احنا نبقى دولة مش مدنية، يعني معناها ان احنا نبقى دولة دينية. هل ده ممكن يتحقق؟ هم أكيد حيسعوا إلى تحقيقه، بس مش السلفيين بس وحزب الحرية والعدالة، جماعة الإخوان المسلمين اللي هو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي كما نعم يقولون، نعم في 2004 عملوا حاجة اسمها مبادرة المرشد العام، وفي 2007 برنامج حزب سياسي للإخوان المسلمين، وقالوا فيه إن لازم يبقى فيه هيئة من كبار العلماء يتم انتخابها، لا يصدر تشريع من البرلمان أو من رئيس الدولة قبل أن يعرض عليها لترى مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية. كويس. وحزب الحرية والعدالة كان لما طرح قالوا إن إحنا عايزين دولة مدنية بمرجعية دينية، نعم يعني في الآخر دولة دينية، نعم لأن المفروض المرجعية بتاعت أي دولة هو الدستور، مش انا هستأذنك اقطعك، معلش، اتفضل. يعني اكيد ناس كتير قوي من المشاهدين دلوقتي ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا نفسهم يسألوك، هو ايه اللي احنا خايفين منه، او ايه هو العيب ان احنا نبقى دولة، بلاش اقول دولة دينية، انما ان احنا كل حاجة في الامور بتاعتنا في البلد يعني نبقى بنرجعها للدين، ان ده حلال ولا حرام. هرد عليك بمثل بسيط جدا. اتفضل. في السبعينات، في الثمانينات، نعم. كان في جدل في مصر حوالين موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض. كويس. الحزب الوطني عايز يلغي أو يعدل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأرض، بحيث يبقى من حق المالك انه في اي وقت يستغني عن المستاجر ويبقى عنده حريه يؤجره لده او لده، بينما القانون بيقول طالما المستاجر ملتزم بدفع الايجار في كما هو محدد في العقد وبيزيد مع زي تمام ارتفاع الضرائب، يبقى تمام فانقسم الراي بين ناس مع التعديل وناس ضد التعديل، فقرروا مجلس الشعب أن يسأل المفتي إيه رأي الشرع في هذا الأمر، فأفتى بأن أبدية العقد ضد الشريعة، يعني ينحاز لطرد المستأجرين. فكان الأستاذ خالد محي الدين هو رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع، قال طيب إذا كان أبدية العقد ضد الشريعة يبقى كمان العقد في السكن لا، ما ينفعش يبقى متصل. فقالوا لا لا، ده موضوع وده موضوع، لأن طبعا لو قالوا إن تقدر تأجر المستأجر القديم في أي وقت طالما أنت نعم نعم تحت، هم نفسهم ساكنين بتوع الحزب الوطني في هذا الوقت في شقق في الزمالك وفي مصر الجديدة بخمسة جنيه وبعشرة جنيه وبتاعهم، مش مستعدين يدفعوا عدة تمام آلاف، ففسروا الشريعة لمصلحتهم هنا وفسروها بالعكس لمصلحتهم هنا. هناك راجع التاريخ الإسلامي اختلافات هائلة بين التيارات والفرق الإسلامية المختلفة، بس لما بتختلف في السياسة خلاص أنا بقول رأيي، إنما لما تختلف هيكفرك، يقول لك أنت خارج على شرع الله اللي هو بيقوله اللي هو فاهمه مش اللي متفق عليه وهكذا.
وده تقريبا ده الفرق يعني بين الدولة المدنية والدولة الدينية، إن إحنا بنحتكم لمعايير حياتية، ما بندخلش السماء في الموضوع، لأن إذا دخلت الدين بيقول كده هسكت، ما أقدرش أناقش، سواء هو بيقول أو ما بيقولش، اللي هينطق باسم الدين هيقول رأيه ويخلي هو الدين اللي بيقول كده. أستاذ حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، نورتنا ونورت عقولنا برضو الله بعدة يخليك. آراء مختلفة، أو عدة آراء يعني برضو لازم نسمع الرأي والرأي الآخر، ونسمع كل الاتجاهات عشان طبعا نعرف إحنا مصر رايحة لفين. مشاهدينا أراك سعيد، إخوان مسلمين، سلفيين، ليبراليين، أيا كان النتيجة في الآخر أو علامة الاستفهام في الآخر، هنعرف نتعلم، هنعرف ناكل، هنعرف نشتغل، هنعرف تبقى بلدنا متقدمة وتبقى ليها كيان في وسط العالم ولا لا؟ نهاركم سعيد.